البنات اش بغيت نشارك معكم واحد البريوش اللي كيجي رائع وكيجي هماوي البنات، كنتمنى البنات تجربوه وترد عليا. واللي باقي متابوناش عنده صفحة المشاركة نقول لها تبطيت ابوناي وفعلي الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي. يلا البنات المكونات ديال الوصفة ديالي. اول حاجة البنات غادي نحتاج لنا 1 كيلو ديال الفرص ديال النوعية الجيدة ديال الحلويات، خمارة وفاني، وربع كاس ديال السكر حبيبات، وبيضة واحدة، ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وملعقة كبيرة ديال الزبدة الحيوانية النوعية الجيدة. يلا البنات نبدأ معكم بعد البريوش، عاد نبدأ معك الطبقة الأخيرة. يلا البنات هانتوما معايا. نحتاج أنايا الحليب باش نجمع العجينة ديالي، وهاد البريوش البنات راه كيجي فيه الكريم باتيسري وتفاح مكرمل. غادي ندير الطحين ديالي، بسم الله. الفورية ديالي تكون ممسوحة، بيضة كاملة، سكر حبيبات، رشة ملح، ورشيشة، والحليب البنات ما يطيبش بزاف، ما يكونش سخون، يكون دافي. نجمعو البنات نجمعو العجينة ديالنا، بسم الله. غادي ندير البلاصة اللي حطيت فيها الخميرة السكر حبيبات باش يدوب لي السكر، ونعجن العجينة ديالي. العجينة البنات تكون مرخوفة وما تكونش عاقدة، ونزيدو الخمارة ديالنا، خمارة وحدة باش تجينا مورقة وزوينة، ونكهة البان فانيلا. زدت الفاني ديالي، وغادي نبقى نجمع العجينة. العجينة البنات كيما قلت لكم ما تكونش عاقدة، ما تكونش مرخوفة بزاف، تكون مرخوفة شوية. يلا البنات انا نجمع العجينة ديالي ونرجع معاكم. عليكم العجينة ما تخافوش منها. غادي ندير معلقة ديال الزبدة ونزيد على هذا، وغادي نخليها تخمر حتى يضعف الحجم ديالها. ضروري البنات ما ديروا الزبدة الحيوانية ديال العبار، هي اللي كتعطي واحد لوكو زوين للبريوش ديالها. وهاد العجينة هادي راه مكتبغيش تدلك بزاف، غير تجمعوها وتخليوها تخمر. أنا غادي نجمعهم فيني البول ديالي، نجمعها مزيان ونرجع معاها. جمعت العجينة ديالي، غادي نخليها تخمر على الأقل ربع ساعة البنات حتى يضعف فيا الحجم ديالها. يلا البنات هانتوما معايا، هانتوما البنات. غادي نبدا معاكم كريم باتيسري. غادي ندير 2 معالق كبار ديال بودرة ديال كريم باتيسري جاهزة، سكر 2 معالق كبار، والحليب. مع التحريكة البنات دخلتي غير شوية كتلقاه يتكتل لتحت. هكا كنبقى نحرك نحرك حتى يعقد عندي الخاط. انا الكريم باتيسري بغيتو يكون عاقد ما يكونش مرخوف. هذا
البنات يعقد لي الكريمه ديالي ونرجع معاكم. البنات غادي نزيدو عليها معلقه ديال الزبده الحيوانيه، هي معلقه باش يعطينا واحد لابغيون بغيون. البنات انا بغيتو بحال كيكون عاقد هكا. انا بغيت دابا غادي نمشي معاكم نكرمل التفاح، ماشي غنكرملو، غنخلي فيه واحد اللون ديالو، ما نكرملوش بزاف. هانتوما معايا غتشوفوا في الطريقه. هانتوما البنات المكونات ديال الحشوه ديال البريوش ديالي، غادي نحتاج تفاح، اي نوع بغيتو ديال التفاح، وغادي نحتاج ربع كاس ديال سكر حبيبات، معلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه باش تعطي واحد لوغو اللي كيكون زوين، والقرفار كتواتى مع التفاح و في التكرميل ديال التفاح. وغادي نحتاج هاد السكر بنكهة زهرات البرتقال. يلا البنات نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال هاد الحشوه. هانتوما البنات من بعد ما قطعت التفاح على الطرف هادو، غادي نديرهم في المقادير ديالي. العافيه تكون متوسطه البنات. البنات درت هنا السكر كما قلت لكم التفاح، غادي نزيد عليه معلقه ديال الزبده، ونخليه حتى يترخى واحد الشويه. هاد المقلاه حقيقه نفعاتني في هاد الشي ديال المملحات ديال الحشوات بحال هكا، كتقضي الغرض، ما كطيح لك حتى حاجه، وكطيب زوينه وما كتلصقش. انا كنبغي نبارطاجي معكم داك الحاجه الزوينه اللي غتنفعكم. هانتوما البنات حنا خاصنا غادي نزيد هداك النكهة ديال البرتقال، إلا ممتوفراش ديرو غي ألزة عادية فاني. القرفة غنخليها حتى للتالي باش يتكرملو كامل ويولي مكرمل، غي يطرخا ليكم ويطيب ليكم شوية تفاح وكتحيدو. هانتوما البنات غادي نزيد هنايا كبيسة ديال القرفة، القرفة كتواتى مع التفاح ومع نكهة البرتقال، بحال هكا نعسلو واحد الشوية وصافي. مع داك اللوغو ديال الزبدة تاهي كتعطي واحد اللوغو زويون. البنات وكنطفاو عليه حتى يبرد لينا الباتيسري، انا دخلت في الثلاجة ويبرد لينا هاد الحشوة هادي، كنبقاو نعمرو البريوش ديالنا. غنوريكم واحد الطريقة اللي كتجي هماوية البنات، كتجي لذيذة. البنات مكنكربلوش كامل، كنخليه بحال هكا. يلا البنات نخليه حتى يبرد ويخمر ليا العجينه ديالي ونرجع معاكم. البنات من بعد ما خمر ليا كنرجع كنحطو فوق سطح الامل ديالي، وكنبدا ندير كويرات صغار. كويرات البنات يجيو كتا قادة وحدة باش تجينا البريوشة وحدة خت وحدة. غنشكلهم البنات ونرجع معاكم. هاهما البنات الكويرات ديالي صاوبتهم، دابا غادا نبدا نطلقهم بشوية ديال الطحين، ماشي بزاف، منكتروش الطحين بزاف. هي شوية فين نطلق العجينة ديالي، غندير بحال هكا، هي شوية تكرسة خفيفة. واش راه كيجي بنين هاد البريوش؟ كنتمنى البنات تجربوه
ردوا عليا في التعاليق، ولا وصلتي حتى لهنا عطيني ديري لايك، ما تخليش ليا بلايك. ها هو البنات، هذا هو الكريم باتيسري اللي وجدت معاكم، ودي الحشوه ديال التفاح، كتجي بنينه البنات. اول حاجه البنات غادي ندير شويه ديال الكريم باتيسري، بحال الشكل كندير شويه ديال التفاح بحال الشكل، وكنبقى نقرص البنات، كنجمع من هنا من هنا ومن هنا، كيجي على شكل مربع. انا نقرب لكم الكاميرا، هانتوما البنات كيجي هكا، لكن انا نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الطريقه ديالي. كنقلصها من هنا بحال هكا، وكنكون ديجا المول ديالي، كيكون المول ديالي دايره لي الزبده. هانتوما البنات كما قلت لكم شويه ديال الدقيق، مش بزاف، نحملو العجينه ديالنا بالشكل هذا، بغيتو ما ديروش مدلك ما ديروش، صافي. كديرو شويه ديال كريم باتيسري على الشكل هذا، وكديرو شويه ديال الحشوه ديال التفاح على القياس باش يقدكم الفطائر ديالكم كامل. وكنشد هاد القنت مع هاد القنت، كنقرصو وهاد القنت مع هاد القنت بحال هكا، وهاد القنت هكا مع هاد القنت، كتجي على شكل مربع صافي. كنجمعهم بحال هكا وكنديرهم في المول ديالي، نعاود معاكم واحدة أخرى. بحال هكا كندير شويه ديال كريم باتيسري، كيكون عاقد بحال هكا، وكنزيد شويه ديال الحشوه ديال التفاح. ديك الحشوه ضروري يبقى في هذاك الماء، ماشي مشكل يعني ما تنشفوش كامل، ضروري يبقى فيه واحد شويه ديال الماء. كنقرص من هذا الجنب ومن هذا الجنب بحال هكا، وكنرجع ونقرص من الجنب الاخر، كيجي انيق هاد البريوش، وكيجي ساهل وسهل التحضير البنات، وكيجي هماوي. يلا البنات حتى نرجع معاكم. هانتوما البنات كنخليهم يخمروا، كيجيو على هاد الشكل هذا، كنخليهم في خمرو، وعاد كندهنوهم بشويه ديال البيض مع الحليب، وكندخلوهم في الفران. يلا البنات هانتوما معايا، هانتوما البنات غادي نجيب هنايا البيضه وشويه ديال الحليب، شويه ديال الحليب باش ما يخليش لك هذاك الفوريه صافي. وكنبقى نديرو بحال هكا، كيولي بحال هكايا، كنخليوه على جنب حتى يخمر ليا البريوش ديالي، وندهنو معاكم وشوفو الطريقة باش كندهن. يلا البنات هانتوما معايا، هانتوما البنات هدا هو البريوش ديالي تخمر ليا دابا، غادا نزينو من الفوق وندخل الفران
على درجة متوسطة حتى يطيبوا من التحت عاد نحمروا من الفوق. يلا البنات انتوما معايا. البنات كما قلت لكم البيض مع الحليب غير الجوانب هما اللي غادي نشد بحال هكا، نحاول ما يوصلش ليا الكريم باتيسري والتفاح ديالنا. كيجي رائع البنات، كيجي مفشفش وماوي. كنبقى بحال هكا حتى نكمل. مديش على عمران راه ضربو البرد صافي. وكنبقاو نزينو اما بافو ولا الزنجبيل الابيض اللي متوفر عندكم. بغيتو تخليهم بحال هكاك خليهم كتكملو كيما قلت لكم، كتحطهم في الفران على درجة متوسطة. والفكرة واحدة أخرى نعطيها لكم على البريوش، لو بغيتو تخمرو دغيا تسخنو الفران ديالكم ودخلو الليل طيب كيخمر وكيشد معاكم في الطوال. هذه الفكرة عاوتاني نزيدها لكم عند المبتدئات. انا البنات ما طولش عليكم، انتوا معايا البنات. كما قلت لكم كنزينو على الطريق عادي وكنحطو في الفران على درجه متوسطه. يلا البنات انتوا معايا. انتوما البنات هو البريوش عندي في الفران كيطيب غير طيب، ونشاركو مع خوت. يلا انتوما معايا البنات. هو البريوش ملي خرج من الفران، عندك النافاج ولا عسيلة ولا كوفيسيان دوزي لي الجناب ديالو تيعطي الواحد البريو. كتجي رائعة البنات، هادي كيجي ماوي. كنتمنى البنات تعجبكم الفيديو، متبخلوش عليا بالبارطاج باللايك باش الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، وحتى القناة ديالي راه كتستاهل أنها تطلع. يلا البنات غنديرها في طبق التقديم ونرجع معاكم. هانتوما البنات هذا هو البريوش ديالو في طبق التقديم. راه درت ليا الكميه اللي درت معاكم، راه درت ليا 12 حبه. الا بغيت كان عندكم مول طويل ديروه فيه كيجي رائع وكيجي ماوي البنات. يلا البنات اللي باقا ما تابوناش عندي دخل تابونا تفعل الجرس باش ديما يوصلها جديد ديال وصفات بشرى. هما البنات البريوش من الداخل كيجي مفشفش وزوين رطيب البنات، كيجي على الشكل هذا.